نرى أن كثير من هذه الشخصيات مثل الأستاذ عبد الهادي الإخواجة، الدكتور عبد الجليل السنجيز، دكتور الأستاذ نبيل رجب يكرمون عالميا، ولكن للأسف يجرم في حقهم في هذا الوطن. وهذه الشخصيات والرموز يجب أن تكون في الحراك السياسي وفي الحوار السياسي لكي ينتج عنه نظام سياسي متفق عليه، ولذلك الشعب لن ينساهم وسيتحرك إلى أن يفرج عنهم.